Baik, wahaikum bitayat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kaifahalukum jami'an? Alhamdulillah bil khair. Fi hadhihi al-fursah al-kamilah nahnu nastati an tawajjah an tahaddats bikum jami'an bi kulliyati al-lughah al-arabiyyah lil haji wal umrah. Baik, pada kesempatan kali ini saya diamanakan untuk berdiskusi atau sharing bersama mahasiswa STB Bama dengan mata kuliah Al-Arabiyah Lil Haji Wal Umrah. Nah, untuk mata kuliah ini, dalam mempelajari bahasa Arab, kita harus tahu dengan kaidah atau kawaid min nahwi au surfi, dan juga membaca atau qiraah, atau mendengar atau istimak dan menulis atau kitabah dan kalam yang kita berbicara. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengajak kepada mahasiswa untuk mendengar istimak tentang kalam-kalam atau muhaddasah yang ada di Arab sana. Salamun alaikum wa alaina salam. Salamun ilaikum wa ilaina salam. سلام على من رد السلام وسلام حتى على من لم يرد سلام باسم الرب السلام رب العباد الله الصمد سلام ترعرعن فيه سلام معجون بأرض هذا البلد سلام ما عدنا نسكن فيه سلام ما عاد يسكن فينا سلام نراقبه وهو يحزم حقائبه ليهجر رويدا رويدا أراضينا ويحل مكانه تسليم واستسلام لتأسلم لا إسلام فيه كأن إسلام أجدادنا ما عاد يعنيه أتدرون لما يهاجر منا السلام أتدرون لما يعم فينا الظلام ببساطة لأننا مجتمع يخاف نحن مجتمع يخاف الاختلاف كلماتي لن تعجب بعضكم أو جلكم أو كلكم أعرف لكني سأقولها لأني رافض أن أكون من الخراف نحن مجتمع يرفض الاعتراف أنه مجتمع يعيش التخلف نحن مجتمع يصيح بكل صفاقة ويدعي أنه حامل لفكر مختلف نحن مجتمع يهوى التعالي من فراغ ويدعي أنه مجتمع مثقف يا ويل ما هذا القرف فقبول الاختلاف عندنا ليس إلا غلاف اختلاف اللون يؤذينا اختلاف الشكل يؤذينا اختلاف الفكر يؤذينا اختلاف الدين يؤذينا حتى اختلاف الجنس يؤذينا لذا نحاول اغتيال كل اختلاف فينا تحولنا لبعضنا سما زعاف نحن مجتمع أحمق من الحمق نعم نحن مجتمع أحمق من الحمق نتنازع على التفاهات والترهات والخرافات ونرفض دوما أن نغوص في العمق ولا أبرئ أحدا لا مدنيين ولا ساسة لا من يستكين لبلادة الصمت ولا من يدعي فينا القداسة لا من يتبع الغرب كالأعمى ولا من يريد إعادة أمجاد الخلافة والنخاسة وتقطيع الأرجل من خلاف دعونا اليوم نجرب أن نغوص فينا في أعماقنا دعونا نجرب أن نعانق أرواحنا دعونا نجرب أن نعانق في الأرواح اختلافاتنا ها أنا أمامكم بلوني بشعري بشعري بأطواري بأفكاري أنا لا أخافكم أنا لا أخاف اختلافكم عني لأنني منكم ولأنكم مني دعونا نخلق فن دعونا نغوص في الحلم لنرسي ثقافة بلا سخافة ليكون الرقي فينا هو أسمى خلافة دعونا نذوب الأعراف والأجناس والأطياف والأفكار والألوان والأديان ولا نرى سوى الإنسان شكرا